طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الثلاثاء 5 نوفمبر، حركة سوق محلية الدندر، تفقد السوق بواسطة القوات المسلحة السودانية، سيادته بسام بساطور، سيادته نصر الدين، استخبارات. الآن شوفوا حركة السوق في محلية الدندر يا جماعة، شوفوا. اسمع كيلو سكر الآن ب2700، كيلو سكر الآن ب2700. الآن تفقد المواطنين، زيت شوفوا السوق، حركة السوق، تفقد المواطنين. دي الفواكه جات يا جماعة، الليمون والجوافة، والناس ترجع يا جماعة، الناس مواطنين تندر. سيادة وسام، الوضع كيف؟ شوف الزحمة والناس، فرح المواطنين. الحمد لله جوافة والليمون وكل حركة السوق يا جماعة، حركة السوق. محمد عمر وكل الناس، كل الناس والبصل والحيات، كل الناس شغالة الحمد لله. هذا السوق والزحمة، شوفوا كمية الناس اجوا سوق الدندر الحمد لله. تفقد للمواطنين وتفقد للاوضاع، المانجا موجوده والموز، فواكه كلها وجوافه. الناس ترجع باذن الله لبلدها وتعمر بيوتها وتفتح دارها باذن الله سبحانه وتعالى. الناس ترجع. السكر ب 2800، جرت تفقدين الاوضاع كلها. أيضاً كل الحاجات يا جماعة موجودة الحمد لله، الصلصة والسمك والبامية، وهنا الناس موجودة، الناس ترجع بيوتها وتطمئن، ما في أي عوجة، الناس ترجع بيوتها كلها، الناس ترجع بيوتها كلها، كل الأمور طيبة. السوق شغال، السوق شغال، شوف الليمون ده ما شاء الله، والقرع والمصباح، كل الناس بيعرف الدندر كلهم، بلد طيبة، الناس ترجع وتفتح بيوتها ودارها، حترسون نزار. كل الناس طيبة، كل الأمور طيبة، كل الأوضاع طيبة يا سيادة نصر الدين. والسوق لسه هو امتداد بغادي يا سيادتك، شارع النزهة كده. كم الوضع البصل؟ 6000، ولسه حتنزل، لسه البصل خاشي، حيكتر بإذن الله سبحانه وتعالى. الناس حتجي وكده، هذا الليمون. كل الأوضاع، شوف الناس، حتى الناس مبسوطة، والجيش منتشر والأمان تمام. سيادة نصر الدين لسه التفقد عشان جشع المواطن، جشع التاجر ما يكون، حيزعل حي كل أسعار الحاجات بإذن الله سبحانه وتعالى، وقوفا مع مواطننا. كم الملوة؟ ديك بستة تبيع فيها، ده بيتها بسبعة، تاك بستة. كم البامية بكم؟ ب2000 لحد 1500 هيكون البامية. الله طيبة كلها.